عسلامة يا مدام. أهلا عسلامة. عرفني بروح. مدام آمال، نخدم في شركة نقل بتونس. متزوجة عندك صغار؟ متزوجة وعندي زوج بنيات. كيفاش تقيم الوضع في التعليم؟ الوضع بالنسبة فيما يخص التعليم في تونس مش واضح. فوالا معناها فما برشا مشاكل في ما يخص التعليم، نقصد في علاقة مع الظرف بتاع الكوفيد 19 اللي قاعد صاير علينا توا. بل كل شيء، انت عندك صغيرات يقراو؟ اكزاكتومون، عندي دو في يقراو، واحدة سبعة أساسي وواحدة أولى ثانوي. بون الحمد لله أنا بديتي لبيس، الحمد لله في القراية معناها لبيس، معناها متميزين. أما أنا نحكي على معناها فيما يخص العلاقة بتاع التعليم مع الظرف بتاع كوفيد 19 اللي قاعد صاير توا. قسم يقرأ قسم ما يقراش، فما تصير معناها تولي فما ما فماش معادلة، معناها النظام ماهوش واضح. نظام ماهوش واضح ولحد الآن معناها ما توصلوش باش يلقاو حلول للصغيرات، في سورتو فيما يخص التعليم اون غولاسيون مع السيرفونت. كيفاش يقريو كلاس وكلاس لي؟ هذا اللي قاعد صاير طبعا، يعني في نفس فما حالات اكزاكتومون تبدا معناها نفس النيفو بتاع القرايه، قسم يقرا او فيكو ما فيش حالات، وقسم الاخر قسم كامل معناها واقف على القرايه ويسك فيه برشا حالات ولا بريسك الكلاس كلها. هذا اللي صاير توا واللي هي الحكايه مقلقه على الاخر. دونك انا نتمنى اللي معناها الحكومه تتوصل باش تلقى حل في النظام التعليمي اللي قاعد صاير توا. هذايا معناها برشا تشكيات من الاولياء حتى من المعلمين معناها على البروجرام مش واضح. اكزاكتو برشا اكزاكتو ما البروجرام ماهوش واضح، فما شارج كبير برشا. بارون ولا يلتجا باش يعمل لي زيتود لصغار وباش يخلي صغير مواكب باش يخليه يكمل ابخي تو البروجرام. دونك هم خرجوا يقراوا لبرا، يقول لك اللي يقراوا عليه الامتحان يجي بريسك كيما ما يبعدوش، الوغ كو نحن هنا في تونس ليكزاما باش يوصلوا يعطيو ليكزاما يلزم يعطي البروبليم كومبليكي ويجيب له الحالات الصعيبه الكل في ليكزاما باش اي سورتو. هذا قاعد يصير علينا في الكونكور، سورتو 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 في الكونكور، كو سوا كونكور تاع سيزيام ولا تاع نوفيام، وانا هذه الحاله عشتها انا باغ اكسبيريونس. دونك مع صغارك؟ عشتها انا مع صغاري. دونك هذه حاجه تري امبورطونت، معناها في عوض الصغير سورتو كي يبدا متميز معناها ماذا بينا نحن يحفزوه، يعملوا له سيستم باش يحفزوه، مش باش يزيدوا يتعبوه ويضغطوا عليه ويضروه بطريقه بتاع امتحانات كومبليكي ومعناها وصعيبه بطريقه انه يوصل الامتحان بتاع سيزيام بتاع الحساب جودي بيا بتاع الحساب تعجيز، يوصل يجي تعجيز. فوالا دونك هذيما نقاط امبورطونت. بون في الحق في بالنسبه لي انا معناها مانيش ما عنديش مشاكل مع الاطار التربوي، على خاطر الحمد لله معناها صغيرات يقراوا لاباس ومتربيين. الاطار التربوي الحق يلقى صغير متميز ويلقى صغير باغون نتاعو لاهي بيه، معناها ما الاطار التربوي ماذا بيه صغير يجيب نتائج طيبه، وماذا بيه صغير معناها يجيب له سكور به في الليسي ومعناها وصغير يشرفه. ما انا بالنسبه لي انا بويسك صغاري الحمد لله معناها اللي هي بيهم ويقراوا لاباس، دونك معناها ما عنديش مشكله مع الاطار التربوي بريسك. هما الصغار عندهم هكا شويه ضغط ولا برشا ضغط؟ صدقني برشا. نحيت شنو بالضبط؟ الوقت على طول، والصغير يجري من ليتود لليتود من لي لونغ لي كلوب تاع الانفورماتيك بالنسبه للصغير اللي تبدا عند حاتو في سبور. دونك الصغير من الصباح وهو يجري لليل وسي ايبويزون، الريتم ايبويزون على الاخر على الاخر على الاخر. هذه ما لقاش معناها في وقت للترفيه، صدقني سي الريتم متعب متعب لاقصى حد. معناها نتمنى اللي النظام يولي بلو اليجي، يخفوه شويه على الصغيرات.
بصدق صغير تعب تعب على الاخر. انا نحكي على صغير اللي والدي يجريوا عليه، اللي والدي قاعدين يقريوا فيه، اطروا فيه، لهم بيه على جميع معناها في كل شيء، في الـ في الـ في المصروف، في القرايه، في اللهوه، في التربيه. أبار اللي باغون معناها الولي تعب، الصغير في حد ذاته تعب. انا نشوفها حتى من صغيراتي تعبين لاقصى حد، معناها سي با فاسيل باش صغير يجيب لك نتيجه طيبه وباش يوفق ما بين لي زيتود الكل وما بين الكلوب اللي يقرا فيه، سي با فاسيل. انت كأم تونسيه كيفاش وفقت ما بين تربيه صغارك وقرايتهم وخدمتك والدار وراجلك وكل شيء؟ والله انا كأم تونسيه نقولها ونقول ساعه قبل كل شيء بغافو لكل ام تونسيه، وربي يفضل كل ام لصغيراتها ولا ينحيهم على صغيراتهم، وزيد كيف كيف وربي يفضل كل بو قايم بواجباته ومسؤول على صغاره. هو الحمد لله فما توفيق من فضل الله والحمد لله، اما بتعب كبير كبير على الاخر. تعبين لي بارون اللي يوصل، بارون اللي يوصل يوفق ما بين الخدمه وما بين الصغير وما بين الترونسبور وما بين ملتزمات، معناها ملزم الحاجات الضروريه بتاع اللي نعيشوها يوميا، ماهوش سهل بالكل، على حساب انه صحتنا تعبه، معناها فما ضغط، نحسوا في ضغط كبير برشا برشا برشا، ضغط تخمم يلزمك في كل شيء، يلزمك تخمم في الوقت كيفاش باش تخلط على صغير، كيفاش باش تلحقوا على ليتود، كيفاش باش تهزهم بعد السبور، يعني هذيك يصير فيه ضغط كبير برشا. انت تعديه معاهم صدقني انا بون بريسك في الماتيريت اللي انا معناها نجم نعاونوا فيهم، سينو لي ماتيغ اللي هما همش، انا مثلا دوميني ايكونومي جيستيون، مثلا ما نقاش روحي برشا مع المات والفيزيك، دونك هذيك ما نخبيش عليك نعاونهم بالحصص التدارك، نعملوا لهم ديزيتود، اما حتى فيها هزين وجيبينو ماهوش سهل بالكل، وبالطبيعه والضغط، وبالطبيعه والضغط بتاع الفلوس، بتاع الماديات. نون بارلون بلو، انا نحكي بصفه عامه على التونسي اون جينيرال، تعب في قرايه الصغير، والله والحمد لله معناها التلامذه في تونس والمستوى التعليمي في تونس راهو قاعد لاباس، ولا بروفوني معناها اللي معناها في الكوفيد اتضح اللي برشا طب متخرجين من تونس، والحمد لله هذه حاجه تشرف على الاخر، حاجه تشرف على خاطر الحمد لله عندنا نتائج مشرفه حتى في النتيجه بتاع الباك، يوصل التلميذ يجيب 20 سوغ 20 في الاكزامان بتاع الباك في تونس، بالحق حاجه مشرفه، والفضل يرجع على ربي ويرجع للولي ويرجع للصغير اللي ضحى وناضل وقرا ومعناها وحط هدف قدام عينيه باش يوصل له، وان شاء الله اللي قراه ونجحوا الكل ربي نجحهم وربي يوفقهم في خدمه باهيه، وان شاء الله تعبهم ما يمشيش حرام. ميرسي بوكو عايش.